فتحي صالح، عمري 21 سنة، بدرس علوم مالية ومصرفية بجامعة البصائل التطبيقية سنة ثالثة. البنت الشلبية عيونها لونية. حصلت على منحة من صندوق مصعب خورما لدراسة الجامعية. هبة فتحي كمان من أول الطالبات اللي أجت على المؤسسة، وكانت بنت خجولة نوعا ما، وكانت يعني مترددة في أنها تعبر عن رأيها. فكرة شباب وبنات انهم عم بيعملوا مشاريع مع بعض كانت ضغط كتير كبير. قلت لها هبة بدي اياكي انت تكوني القائدة في هذا المشروع، انت اللي تكوني مسؤولة عن الفريق. قالت لي صعب كتير، وكيف بدهم يردوا علي والشباب وبنات كونه المجتمع اللي حوالينا غير متقبلين فكرة انه شباب وبنات يعملوا مع بعض او يشتغلوا مع بعض خارج النطاق اللي هم بيجمعهم. فاقترحت عليها انها تعمل مشروع له علاقة بإحصائية بالمنطقة، شو البزنس، شو المشاريع اللي موجوده بالمنطقه بجبل النظيف وجبل المريخ والمسطار. كان هدف هاي الدراسه انه توفر بيانات اوليه لصندوق اداره راس مال المخاطر الصغيره، اللي هدفه بمول مشاريع صغيره للرياديين اللي بحاجه لانهم يفتحوا مشروع صغير. فكانت هاي الدراسه اللي انا عملتها او الاحصائيه بتفيد هذا الصندوق. وبناء على الشغل اللي هي اشتغلته والاجتماعات اللي سوتها مع المؤسسات، نعرض عليها ثلاث فرص عمل. اجتني وظيفة في البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وظيفة بدوام جزئي. فأنا بظن انه هبة يعني التطور اللي صار معها كان كتير كبير بفترة مش كتير طويلة، وبعتقد هي ممكن انها تأكد على هذا الكلام، انه حست ثقتها بنفسها زادت، حست قدرتها على التعامل مع الناس زادت، وبطلت تنظر لنفسها كبنت صغيرة، صارت تنظر لنفسها أكثر كشخص مسؤول ومستقبله قدامه. أيام على الباب بتعن وتروح، أيام على الباب بتعن وتروح، تحت الرمالي حبي حكالي عيوني. بتمنى انها تضلها متذكره هاي الخبره، على اساس يكون عندها القدره انها تبني لحالها مستقبل على قدراتها اللي انا متاكده انه ممكن تعمل اشي كتير منيح فيهم.